الله عليك يا سيدي، يرضى عنك ويرضيك، يرضى عنك ويرضيك. في الثالثة عصر السبت بإذن الله 22 مايو يواجه النادي الأهلي واحدة من أقوى مبارياته، يواجه سان داونز في مباراة الإياب. سان داونز الذي كان يتولى رئاسته الجنوب أفريقي متسبي اللي عمل كل اللي جال الاتحاد الأفريقي ما فيهاش مصر رئيس، واللي ابنه دلوقتي رئيس النادي أو ملك النادي. عندك بكرة حكم المباراة الزامبي سيكازاوا، سيكازاوا هو حكم المباراة. عمل ايه مستر موسيماني بالسفر بدري؟ هشرحها لك قبل ما اقول لك مفاجأة التشكيل الروعة اللي عجبتني انا شخصيا، قلت له الله يخرب بيتك يا موسيماني، انت طلعت بتفكر ويا رب تتنفس صح. ايه هي الموضوع؟ اول حاجة هو سافر قعد 5 ايام، مشى بروجرامه زي يوم المباراة بالظبط، خلى تدريباته كلها الساعة 3 زي يوم المباراة بالظبط، بيصحى الساعة 7 يفطر، مش عارف يعمل ايه، محاضرة ايه، نتوجه للملعب الساعة 2 نبدأ تمريننا 3 نرجع على الأوتيل ماشي. فهنا الساعة البيولوجية، فاكرين زمان لما كان الأهلي بيروح اليابان كل شوية يقول الساعة البيولوجية الساعة البيولوجية، أنت طبقها على نفسك سيد الفاضل. لو أنت مسافر بلد هتلاقي نفسك يقول لك إيه، دماغي لسه ما ظبطتش، لسه ما تأقلمتش على التوقيت، لسه ما عملتش مش عارف إيه وهكذا. النادي الاهلي اعتاد على ده على مدار 5 سنين، على مدار 5 سنين، 5 ايام يا عم، 5 ايام يا عم معاطي، 5 ايام يا حاج معاطي فوق بقى، مش كده، ركز مع الناس. تقول لي 5 سنين، اما 5 سنين تقول لي 5 سنين يا اخي، اشرب لك بق شاي حتى عشان تعرف تركز. فاللهم صل على سيدنا النبي، بقى هنا معتاد على الساعه البيولوجيه وظبط نوم. السفر طبعا بياخد له بتاع 10 ساعات الى ساوث افريكا، ظبط هو الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه اعتاد على التدريب. الجزئيه الثالثه عمل استشفاء وراحه، استشفاء كبير جدا للفرق، مفيش ماتشات بقى، الماتش بتاع يوم 18 ده بتاع وادي دجله اتاجل الى شهر 7 يبان اقامه دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو باذن الله، ربنا يوفق منتخبنا الاولمبي فيه ماشي. فلا مش صايم شوال لسه، برافو، انت قول لي يا سيد انا مش صايم شوال، هصوم من يوم الاثنين ماشي يا عم، افرض ما صمتش خالص، هي سنه بس انا معتاد على صيامها بفضل الله من وانا صغير، ممكن بصوم من ساعات يومين في الاسبوع، فعشان شربت الشاي ابقى مش صايم شوال؟ امسك ابو المعاطي مش صايم شوال، امسك موته. لا يا ابني، ما تعينوش انفسكم الهه، لا يا سيدي، ما انا مش صايم شوال، بصوم 6 من شوال مش شوال كله. خلي اللي بينك وبينه له، ما تطلعش بقى للتفاخر، ودايما ندعي ربنا ينقي اعمالك من الايه؟ الرياء. لو العمل بقى فيه رياء ضاع. فما تجيش تقول لي ده انت مش صايم شوال، لا مش صايم شوال، وهصوم الاثنين اللي جاي عشان 13 و14 و15 يجوا في نفس الوقت، مساله عشان يبقى اثنين وخميس وعشان نبقى صومنا 6، ايه رايك؟ بنتكتك، بنخطط. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا عم اضرب اللايك بقى يا عم، يا عم اضرب اللايك عشان نشوف المفاجأة الروعة دي يا عم، اضرب اللايك يا بيه وانت معانا، كل ده كل واحد على اللايف اضرب اللايك. احلى فانز في الكون والله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرضى عنكم ويرضيكم بحق جه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يشفيك نجيب نجيب عبديه او عيديه، ربنا يشفيك يا استاذ نجيب انت وزوجتك واسرتك وكل مرضى كورونا اجمعين ويحفظكم، بس اضرب اللايك يا نجيب، اللايك والشير والصلاه على الزين. المهم مستر موسيماني عمال يدرس في مين؟ في سان داونز. اكتر واحد حافظهم مين؟ موسيماني. موسيماني قلقان من ايه؟ موسيماني مش قلقان خالص خالص. ليه يا عم موسيماني؟ قال لك بص، اللي ربى خير من اللي اشترى يا انكل. قلت له ايوه يا عم موسيماني، هتعمل ايه يعني؟ قال لك هما بيمتازوا بايه؟ سان داونز بيمتاز بايه؟ بالسرعه والمهاره وخفه الحركه وسرعه نقل الهجمه. قلنا قال لك طيب نعمل ايه؟ مش انت قلت ان احنا بنلعب ناقصين لعيب؟ قلت له لا، انا قلت انك انت بتلعب ناقص بتلعب 10 هما بيلعبوا 12. قال لي مين؟ قلت له حسين الشحات. قال لي مش هنلعب حسين الشحات. وكأن طالما حسين الشحات احنا بنلعب ناقصين يبقى نستفيد من غياب حسين الشحات،
يعني ايه؟ قال لي يعني حسين الشحات يبقى على الدكه. ده حوار تخيلي. حسين الشحات يبقى على الدكه؟ قال لي اه. قلت له طب وبعدين؟ قال لي نزل مكانه اكرم توفيق تالت ديفندر جنب ديانج وجنب عمرو السوليه ووراهم الرباعي ايمن اشرف محمد هاني بدري بنون و ياسر ابراهيم. قلت له طب وبعدين؟ قال لي خلاص بقى. وموجود قفشه، موجود قفشه ويمينه وشماله طاهر محمد طاهر ومحمد شريف. قلت له والله يا موسيماني ده تفكير روعه. ايه الهدف يا عم موسيماني؟ قال لك تضييق المساحات على لاعبي صن داونز ومحاوله السيطره على وسط الملعب وعدم تمكين صن داونز من سرعه النقل، وانك تبقى الورا مأمن نفسك ودفاعاتك بشكل مميز جدا وللغاية. فده يعني التفكيرة الحلوة. طب يجي واحد يقول لي طب ما حسين الشحات كان موجود. هقول له كان موجود وكنا بنلعب ناقصين، وكل جمهور الكورة قال الكلام ده كله. كل جمهور الكورة قال الكلام ده كله. قال لي طب احنا بدنا هنلعب ايه؟ هنلعب على المرتدة السريعة. طب مين يعمل المرتدة السريعة؟ اللونج من ديانج ولا السولية ولا أكرم توفيق لطاهر محمد طاهر ل اسمه ايه ده محمد شريف لقفشه. هو ده الحركه. جونيور اجايب ابره ينزل. قلت له طب اكرم توفيق؟ قال لي ده احنا عندنا حاجه تانية هنستفيد منها من اكرم توفيق. قلت له ايه؟ قال لي كروساته العرضيه، انطلاقاته من اليمين ورفع الكروسات العرضيه. كل ده هيبقى كويس. هنا حد طيب اهوت في اللايف بيقول لي طب ما احنا عملناها ضد سيمبا وخسرنا. برافو عليك، احب الذكاء. عملتها امام سيمبا وانت خايف وانت مرعوب وانت مرعوش خوفا من سيمبا، مش عاملها كتكتيك وكذكاء وبتمرن عليها الفرقه تقول لهم احنا هنطبق الطريقه دي وازاي نعمل سرعه نقل الهجمه من ثلاث لمسات. يا عم اللي يقوله عبد الناصر عليا انا مسامحه، محدش يقول اي حاجه، انا مسامحه ودعمه وربنا يبارك له في الحجة ويحفظها ويشفيها. خلاص بقى، أنا بقول لك، أنا أهو بقول لك أنا اللي قالوا عليا أنا مسامح فيه، لأني ما كنتش أعرف الظروف. المهم ما نمسكش البعض على الواحدة، ارحم ترحم واستر تستر، ارحم ترحم، سيبه في اللي هو فيه، ربنا يقدره. فهنا انت لعبت لعبت ده بسيمبا بس كنت بتلعبه وانت خايف من سيمبا. طب انت ايه الفرق النهارده؟ انك محافظ اللعيبه ان دي طريقه هجوميه، واكرم هياخد الهاف رايت ويعمل الاوفر، وطاير محمد طاير هيبقى في الشمال، وقفشه هيكمل ورا محمد شريف وهكذا. ده في ايه؟ في حاله استلامك للكوره والمرتده السريعه ستريتش تنطر كده. ده فكر موسيماني. طب يا عم موسيماني وهتعملها زي يوم سيمبا وهتأديها بشكل كذا كذا كذا؟ قال لك لا، المرة دي مختلفة، لأن المرة دي في ضغط على لاعبي سيمبا لعدم الاستحواذ وعدم التمرير الجيد وقطع الهجمات. طيب أبديت مخاوفي للي كان بيكلمني، قلت له طب ما أنت ممكن يتاخد عليك فاولات كتيرة على ال 18. إيه بقى المشكلة؟ قال لي بص مش هنوصل لكده. هنحاول ما نوصلش لكده، انك تقطع باستمرار، تفسد هجمه، تستحوذ على كوره. طيب ده التركه اللي عاملها مستر موسيماني في التشكيل. اقول تاني التشكيل اللي جالي من بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا، كابتن محمد الشناوي عملاق حراس المرمى. اقول لكم دلوقتي موضوع الشناوي والنصر السعود عشان تعرفوا ان انكل ابو المعطي لما بيقول حاجه بيبقى سليمه. يعني قدام منه بدر بنون، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمد هاني، السوليه، ديانج، اكرم توفيق، محمد شريف، قفشه، طاهر محمد طاهر، 4-3-3 او 4-3-1-2. ماشي كده، ربك سبحانه وتعالى عنده التوفيق. طب انت يعني يا ممكن ابو المعاطي رايك ايه؟ انا رايي باذن الرحمن ان الاهلي كسبان ومتاهل باذن الله، وهيطلع على قطر يجيب كاس السوبر ويجي باذن الله باذن الله باذن الله، ويفرح باذن الرحمن، يفرح كل الناس النادي الاهلي. طيب موسيماني النهارده عمل مؤتمر صحفي واتكلم فيه عن صن داونز،
وقال انه فريق كويس وفريق محترم ومرنته قبل كده وبحترم لاعبيه وبقدرهم، لكن وان حاله الطقس جيده. خلي بالك درجه الحراره هناك كام، كلنا عمالين نقول ايه درجه الحراره من 6 ل 22. طب ما مش حر اهو يا اخوانا، جو حلو الساعه 3 اقصاها تبقى 22، ده يناير عندنا وديسمبر عندنا وفبراير عندنا 22 في عز الضوء، حاجه جميله جدا جدا جدا، فربنا يوفق باذن الله. قال ان حاله الطقس جيده وملعب التدريب جيد واللاعبون في قمه المعنويات، وان الكابتن محمود الخطيب ده بقى انا اللي بقولها مش موسيماني، اخذ جلسه مع اللاعبين او عده جلسات يعني، ومعاه طارق انديل عضو مجلس الاداره، قال لهم ان احنا يعني ايه بيتابعنا الملايين، حققنا انجازات كبيره، هذا الجيل من اعظم الاجيال، سوف يكتب له امجاد عظيمه في السنوات القليله المقبله مع شركه كره القدم وتوفير الدعم المادي وتوفير مزيد من الخبرات والعناصر المميزه داخل الفريق. وبالتالي عليكم ان كنتوا تركزوا، الجماهير تنتظركم، الفوز طبعا احنا له لائحه، لكن الاجاده ليها برضو قرار مني انا كرئيس نادي بالتعاون مع السيد عبد الحفيظ ابننا مدير الكوره، والجماهير تنتظركم، وعندنا بطولتين مهمين جدا، ان نتاهل الى نصف النهائي الافريقي بتخطي عقبه سان داونز، والفوز ببطوله السوبر الافريقي في تركيا. في تركيا، في تركيا يا معاط، والله يا معاط انت خرفت المصحف، خرفت يا معاط، في اللهم صل على محمد قطر. طيب النادي الاهلي هيعمل مسحه بكره تاني، المسحه اللي بيعملها دي عشان دخول الحدود القطريه.